حكم التسليم على اليمين فقط عند انتهاء صلاة الجنازة، هل الخروج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ الباب لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلف أهل العلم، فقد ورد عن عدد من الصحابة الخروج من الصلاة على الجنازة بتسليمة واحدة، وبهذا قال الحنابلة وغيرهم، أما الشافعي فيرى القياس على الصلاة المعتادة، ويؤنس رأيه بحديث في سنده مقال، وهو حديث عبد الله بن مسعود في سند حماد بن أبي سليمان: ثلاثة من السنة تركهن الناس، التسليم من الصلاة كالتسليم، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه مقال، حماد بن أبي سليمان فيه ضعف، لكن ضم الشافعي القياس على الصلاة المعتادة، فرأت الخروج من الصلاة بتسليمتين.